مرحبا بكم يا أساطير في فيديو جديد على القناة. حسنا، في هذا الفيديو سوف نرى ماذا سيحدث إذا لم يهرب الجيمان في الموسم 24، حيث في هذا الفيديو سوف أقوم بتحليل فان ميد من الممكن أن يحدث في المستقبل. لذا قبل أن نبدأ فقط قم بتحريك إصبعك الصغير واشترك بالقناة واضغط على زر اللايك وقم بتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسوا مشاهدة الفيديو السابق، تركت لكم الرابط في التعليقات. وهيا بنا. حسناً، تبدأ الحلقة بنفس بداية الموسم 24، حيث نرى مجموعة من رجال الكاميرات وهم يرتاحون، ثم يأتي الجيمان ويقوم عملاق التلفاز باللحاق به كما الموسم 24. ثم يقول عملاق التلفاز: You can't run forever. استمعوا إليها. You can't run forever. ويقوم باستخدام قدرة التنقل لنقل سيفه ليقوم بقتل الجيمان، ولكن جيمان يتمكن من تجنب الضربة بسهولة ويقول له: Give me one chance. استمعوا لها. بعدها يقوم عملاق التلفاز بالطيران نحو جي وهو يلوح بسيفه ويقوم بكسر درع الجيمان، ثم يقول: جي بليز. ثم يقول عملاق التلفاز: After all you have done. استمعوا لها. ثم يقوم عملاق التلفاز بتوجيه ضربة من مصدر الطاقة الخاص به نحو جيمان وقال له: نيفر. بعدها يقفز عملاق التلفاز نحو جيمان ويقوم بتسديد ضربة قوية من سيفه، ولكن كالعادة يتمكن جيمان من المرواغة. ثم يقوم عملاق التلفاز باستخدام الأشعة الحمراء الحارقة ويقول: داي. ثم فجأة يأتي رجل التلفاز العالم ويقول: إناف. ثم يقول: We need him alive. We need him alive. ثم يغضب عملاق التلفاز ويقول: What the heck are you doing? What the fuck are you doing? بعدها يقول رجل التلفاز العالم: Threat that is coming is much more dangerous than him. Threat that is coming is much more dangerous than him. ثم يقوم رجل الكاميرا بالتقاط صورة في لقطة طريفة. ثم يقوم رجل التلفاز العالم بأخذ الكاميرا خاصته وكأنه يقول: ألا ترى أننا في وضع حرج وأنت تقوم بالتصوير مثل الأبلة؟ حسناً، بعد ذلك يقول رجل التلفاز العالم: Now teleport him to our base. Now teleport his fish to the lab. بعدها يقول عملاق التلفاز لجيمان: You are so lucky. You're so fucking lucky. وهو محظوظ بالفعل، فلقد تمكن من التحالف معهم. ثم تنتهي الحلقة. حسناً، دعونا نتحدث عن التحالف قليلاً. فكما تعلمون أن التحالف بين الكاميرات والمراحيض أصبح في توسع، ولا شك أن جيمان أيضاً سيقوم بالتحالف مع العمالقة. وكما تعلمون فإن الأسترو خطيرون جداً، ولن يتمكن أي أحد من الطرفين من هزيمتهما بمفرده، لذا سوف يقومون بالتحالف ليتمكنوا من مواجهة الأسترو. هنا ينتهي الفيديو، ولكن قبل أن تخرج لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وإلى اللقاء. كاميرا بابا، كاميرا بابا.